خدنا الموبايل واخا خد لينا التصويره ديال الحبات ديال ولدي شكون السكات الله يرضي عليك. صافي غنبداو اذا على بركه الله مشاهدينا الكرام غنبداو معكم هذا البث مباشر من مدينه الدار البيضاء ومن قلب مارشي كريو. الناس كلها كتشكى، البيع والشراي، الجمال، السقاط، المواطن، الفلاح، اي واحد مشيتي عنده كل شيء كيتشكى بسبب الغلاء ديال الاسعار وبسبب الجفاف. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا ويرزقنا الغيث من عنده. يا ربي يا ربي ترحمنا وارحم بلدك الميت، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واسقي بلدك الميت يا ربي. ومعنا خونا زريقه اللي هو اشهر بائع ديال الدسير. خويا زريقه كل شيء تيتشكى، بيع وشري تشكى، الجمال، السكر، الفلاح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا تحيه للناس المرشي وتحيه لسيدنا وتحيه لدولتنا. والله حنا بلادنا زوينه والخير كاين وملكنا زوين، والله العلي العظيم وعزيز علينا حق الله، ودزنا عايشين في الخير. حنا ما غنكروش الخير، ولكن مده هاد العامين اولا 3 سنين يعني الناس عانات من كورونا اللور تقريبا، من كورونا واللور يعني عانوا الدراويش وعانوا حتى مولي الفلوس حتى الفلاح. وغنقولوا حنا الناس كتسقم فمها بسبب الغلاء، ولكن حنا ربي كبير يعني حنا عانينا يعني الدراويش عانوا ودابا السقا دابا كيعاني. حنا والله العلي العظيم كنعانيو بسبب الغلاء. علاش الدراويش ما بقاش كيدي؟ كان كيدي 20 صندوق ولا 40 صندوق ولا 100 صندوق ولا كيدي 10 صنادق يعني من 40 و100 ل 10 صنادق، من 40 و100 ولا 200. العنب دابا كاين من 12 درهم حتى ل 100 درهم، فهمت؟ يعني كيرباح، يعني ما كاينش الربح. نعم. شنو السبب ديال الغلاء ديال هذه الاسعار ديال من غير الزياده في المحروقات؟ هذه كانت هي السبب الرئيسي ان المازوت وليسونس غلاو، ترونسبور ولا كيوصل السلعه غاليه، ولكن شنو هو السبب؟ واش الجفاف سوى عنده دور؟ نعم اختي، هو كاين شويه ديال الجفاف، يعني شويه كاين. ويعني هذه الازمه اللي نازله والله ما عرفنا منين. حتى الماء قلت الماء. نعم هي شويه قلت الماء. المواد اللي كيستهلكوها المغاربه بكثره بحال البحر، بحال الاقتصاد، حتى الاقتصاد. هذا الشيء كامل فاطمه من المعاصي ديال الناس. هذا كامل اختي فاطمه والله. هذا الشيء كامل من المعاصي ديال الناس. ما عندنا حنا واقعين في المعاصي. والجفاف شيكون. بسبب المعاصي الا استغفرنا الله سبحانه وتعالى غادي تكون الشتاء وغيكون الخير، فهمتيني ولا لا؟ دابا الله يرحمنا الله يرحمنا. وكيبقى الله عز وجل هو الرزاق، قد دخلت السلعه قد بقات. غفور رحيم. دابا اختي باطن زهره وعاد غنقول لك واحد الكلمه، حنا بيع وشرايا مدين على هذا الشيء، مدين على عام ديال الاقتصاد طايح وعام طالع، فهمتي؟ انا غنهضر الكبير كاع. نعم والله حنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يراعي من جهتنا، ونطلبوا الناس لا تهم اللي يراعيوا من جهتنا، وهذا الشيء اللي كاين. والمغرب عندنا راه زوين، ونطلبوا الله ان شاء الله هذا العام يكون زوين. تبارك الله عليك اخويا زريقه، مول ديسير بالكومبلي انتوما كيبيع ديسير بالكومبلي. واحترامتي لكاع. سميني على مول تريبورتو، مول تريبورتو. اي مول تريبورتو فين؟ سميني على راك عارف شكون هو؟ والله ما عرفتش شكون هو. كومبر كومبر. ايه وشكرا لك اخي فاطمه. مرحبا خويا مرحبا. شكرا لكم حتى انتم، حنا يعني كنشوفكم يعني 10 مرات في العام ولا. شكرا لكم بزاف والله، الله يوفقكم وهذا الشيء اللي كاين. الله يبارك فيكم، الله يسهل عليكم. للاشاره حنا كنتكلموا على سوق الجمله للخضر والفواكه مارشي كريو اللي كترزقوا منه بزاف ديال المواطنين، واحد الفئات عمريه من الصغر وانت غادي حتى الوليدات اللي كيقراوا تيجيو هنا. تقولها انت والزكريه دي اشنا هي؟ كلشي كترزق الله في هذا المارشي هذا، الله يسهل على الجميع. اذا المشاهدين الكرام الله يرزقنا الغيث من عنده والرحمه من عنده يا ربي، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر على ان يفرجها على جميع المغاربه. في المغرب عندنا راه زوين زوين والخير موجود. احنا فرحانين بالمغرب. ياك استقريت في اوروبا 12 عام وحاليا استقريت في المغرب وعاجبني المغرب. تبارك الله في الخير. واش 12 عام؟ 12 عام الله يبارك فيك اولدي، الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الشعب ما بقاش باغي ياخذوش، الله يطيروا علينا. الله يحفظك.